قال رئيس بلدية درنا عبد المنعم الغيثي أن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18,000 و 20,000 استنادا إلى حجم الأضرار. وفي حديث سابق مع الحدث قال إن المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث، وعبر عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه. وفي الأثناء يواصل السكان البحث باستماتة عن ذويهم المفقودين، فيما دعا رجال الإنقاذ إلى توفير المزيد من أكياس الجثث. هذا ووصلت فرق إنقاذ من مصر ومن دول عربية عدة للمساعدة في عمليات انتشال الجثث والبحث عن المفقودين وإنقاذ الناجين. والعدد في تصاعد، العدد في تصاعد، والضحايا نحن نتوقع عدد كبير جدا، يعني من الضحايا ممكن يصل إلى عدد 18,000 أو 20,000. هذا ما توقعناه على حسب الأحياء المهدمة والأحياء المنكوبة في مدينة درنا.